التبسم، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسد الصلاة وإنما هو ينافي الخشوع. ونقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أن الضحك هو الذي يفسد الصلاة، وقال النووي رحمه الله هو محمول على من بان منه حوفان. الضحك في الصلاة هو الذي يبطلها، القهقهة، يعني الضحك بصوت هذا يفسد الصلاة. أما التبسم لو واحد مثلا رأى شيئا أمام واحد سقط في الصلاة مثلا وتبسم، أو تذكر حادثة فتبسم، هذا لا يفسد الصلاة، ينقص أجرها لكن لا يفسد الصلاة. ولذلك نصيحة خاصة بالنسبة للشباب الذين يصلون مع بعض في مجلس أو في بر أو في شاليه أو في أي مكان في سفر، أنهم لا يصلون مباشرة وهم قبل قليل كانوا يضحكون، لأن الضحكة للحين موجودة باقية، ممكن يغيرون الموضوع ويتحدثون بهدوء وكذا، ثم بعد ذلك يقومون الصلاة، وقبل الصلاة يصلون السنة، يعني حتى تذهب قضية النكتة التي قيلت ولا كذا، لأن البعض يبدأ يتذكرها الآن ثم يضحك في الصلاة، وهذا يعني من كبائر الذنوب أن الإنسان يضحك في الصلاة والعياذ بالله. نعم.